بكل تأكيد اليد من الرياضات اللي سابت بصمة مميزة جدا جدا في الفترات اللي فاتت. شايفين اجتهاد كبير جدا من منظومة اليد المصرية وازاي بيشتغلوا على نفسهم علشان يكونوا ماشيين على أفضل أبديت في التوقيت الحالي. نشوف بقى إلى أي مدى إحنا مطمنين على فكرة إن إحنا يكون عندنا قوانين جديدة. الكابتن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد معانا عبر الهاتف. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. أهلا، مساء الخير عليك. أهلا بحضرتك، منورنا. والحقيقة كنا لسه بنقول خبر عن فكرة يكون في تعديلات جديدة. إيه أبرز التعديلات الجديدة؟ إحنا ذكرنا اتنين فقط، ولكن حضرتك برضو ممكن تطلعنا عن المزيد من التعديلات. الاتحاد الدولي بيفكر ان هو عنده عايز يسرع في اللعبه شويه، ففي تعديل في ثلاث قواعد من قواعد اللعبه الدوليه. هو عامل عليهم تجارب الاول في 10 دول في العالم، واختار مصر من ضمن العشره. ومصر، هل اختيار مصر من ضمن العشره قبل ما حضرتك تقول الثلاث تعليمات او الثلاث تعديلات؟ التعديل الاولاني الاول، الكره لما بتيجي من الرامي في وجه الحارس بياخد استبعاد من المباراه. هم دلوقتي بيخففوا العقوبه، بيخلوها 2 قاف بدل من الاستبعاد. أقول الايقاف 2 قاف، ما بيديلوش احمر انما يقدر يكمل المباراه على كده، لان هو بيبقى اللاعب بيبقى شرايط، هو مش متعمد انها تيجي في وش اللاعب حارس المرمى. دي واحده. اثنين، كان عندنا بعد ما بيطلق الحكم اشاره اللاعب السلبي بيدي لكل فرقه ليها حق 6 تمريرات والمفروض ان يصاوب على المرمى. دلوقتي هو بيقلل عدد التمريرات من 6 لـ4 عشان يسرع اللعب اكتر. رميه الارسال الاول كان بيرجع اللاعب اذا ما كانش واقف على خط المنتصف في رميه الارسال فبيرجعها. دلوقتي لا، في دايره في منتصف الملعب قطرها 3.60 متر، هو الاتحاد الدولي قال من 3.5 لـ4، احنا قلنا خلينا في الباسكت، دايره الباسكت موجوده في الملعب عشان ما نبوظش الملعب في التخطيط وكده ونلتزم عليها. فجوه الدايره دي من اي مكان داخل الدايره اللاعب يلعب رميه الارسال، ممكن هو وزمايله المهاجمين يكونوا واقفين جوه الدايره او بره الدايره، زمايله الباقيين مش مشكله، المهم المدافعين يكونوا بره الدايره. ومن هنا ساعه لما تطلع الحارس الكوره واللاعب واقف جوه الدايره للرامي رمية الارسال تبقى رميه خلاص صحيحه، وبتبقى هنا في سرعه في الارسال. دي الثلاث حالات اللي الاتحاد الدولي هيجربهم. احنا في مصر اللجنه الفنيه ومجلس الاداره قرروا ان احنا باذن الله يتم تطبيقها اعتبارا من دور ال 16 للناشئين مواليد 2004 و2006 اولاد. بعد ما نخلص التجربه هنبعت راينا الفني في الاتحاد الدولي ان شاء الله. هو الاتحاد الدولي برضك بعد كده لو كل الدول يعني ابدت ايجابيه تغييرات القواعد الثلاثه هيتم تطبيقها في اول بطوله عالم للناشئين والشباب ان شاء الله. تمام، اول سؤال هساله لحضرتك فيما يخص اختيار مصر ضمن العشر اتحادات اللي تم ارسال اليهم التعديلات علشان يكونوا بيطبقوها، ده ليه مدلول من وجهه نظر؟ يعني لو حضرتك تاكدوا ان احنا هيتم اتخاذ راينا في الاعتبار، الى اي مدى ممكن يتم استخدام التعديلات دي او يتم تجاهلها من قبل الاتحاد الدولي؟ هل دي رؤيه صح ولا لا؟ لا، هي رؤيه صح، وانا شايف ان ديت حاجه كويسه قوي ان احنا بنسرع اللعب، ان كره اليد من الالعاب اللي فيها التشابك وفيها السرعه وفيها الرشاقه وفيها المرونه، واحنا بنطلب دايما ان يكون في سرعه لان العالم كل الوقت بيلعب على السرعه. طيب تطبيقها مع اعمار صغيره هل ده بيصعب من فكره ان تكون الحكم عليها مظبوط، ولا ممكن يكون فيها صعوبه برضو على لاعبين صغيرين ان هم يكونوا بيشتغلوا على نفسهم في عدد الرميات؟ دي حاجه برضو هم متعودين عليها او بادئين بيها. انا عايز اقول لك حاجه، هو دلوقتي احنا 2004 ديت عندهم 17 سنه يعني في الاول اللاعب دوت في النضج يعني ما فيهاش مشكله بالنسبه له، وده لاعب بقى له النهارده حوالي 9 سنين بيمارس كره يد، فلما نيجي نطبق عليه ما فيهاش اي مشكله خالص. انا بتكلم بالعكس عشان بقى لهم فتره بيلعبوا بطريقه ما، فهل تغيير ده ممكن يكون بيسبب اي ازعاج ليهم ولا حاجه سهله التطبيق؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو النهارده لما نقلل في اللعب السلبي عدد التمريرات من 6 لـ4 ما فيهاش اي مشكله فنيه. طب ده هايل. والولاد متدربين بنقول له لا، عند 4 تمريرات هتشوتوا الكره. يعني مش بدل 6 هتبقى 4. بالظبط. الكره لو جت في وش الحارس كان بياخد فيها استبعاد احمد، دلوقتي هياخد 2 قاف، دي قانون بس ما فيهاش حاجه خالص يعني. طيب الارسال اللي هيلعبوا جوه الدايره دي الكامله دي من اي مكان جوه الدايره هتبقى رميه ارسال صحيحه. فالاول بيقف على خط المنتصف، لو لمس خطه بيرجعوا صح اللعبه تاني. مش يعني بيحصل تصحيح بس بيحصل تعطيل لاداء الرميه. طيب دي برضو خليني اسال حضرتك، يعني واضح نظريا كاتحاد مصري وكرئيس لجنه المسابقات حضرتك بترجح الفكره دي مبدئيا، لسه ما جربناش فنيا. لا، اقول لحضرتك حاجه،
انا برجحها تجربه فنيه، لان احنا عايزين نسرع اللعب. حضرتك معاها قلبا وقالبا. نعم حضرتك معاها قلبا وقالبا يعني. لا ان شاء الله، انا اتمنى يعني، لان احنا عايزين السرعه بصراحه. طيب عايزين الايجابيه على المرمى، مش عايزين اللاعب يفضل يسلسل، مش عايزين تضيع وقت، مفيش وقت نضيعه. اخيرا نهائي السيدات في الدوري، ايه الاستعدادات ليه بالظبط؟ احنا عندنا دلوقتي النهائي بالنسبه للكاس ان شاء الله. بالظبط ايه الاستعدادات؟ كاس اولا باذن الله، عندك الاربع فرق اللي وصلوا هيلعبوا ان شاء الله على اكتوبر الدوليه يوم 16 و17 قبل النهائي ونهائي الكاس، وبعدين الدوري باذن الله هيخلص على اخر الشهر باذن الله، ونبدا بعديه دورتين مجمعتين لتحديد البطل بين الاربعه الاوائل اللي هم بيتنافسوا. ان شاء الله موفقين، واعتقد تقييم حضرتك برضو يهمنا يعني لمستوى السيدات اللي بيظهروا بيه. حاجه انتوا عايزينها في اي مسابقه؟ لا تقييم حضرتك لشكل المسابقات ومنافسات السيدات في اليد في الفتره الحاليه. والله اقول لك حاجه، احنا 34 اسبوع لمنافسات السيدات عشان نطلع منهم اقوى اربع فرق، يلعبوا دورتين مجمعتين، ست مباريات كمان، 40 مباراه، يعني اللعب الدولي كله يتشرط ان احنا نلعب من 40 ل 45 مباراه، فاحنا يعني حققنا الهدف الدولي في 45 مباراه في النشاط المحلي. موفقين باذن الله يا كابتن سعيد، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا للكابتن سعيد عبد المنعم رئيس لجنه المسابقات داخل الاتحاد المصري لكره اليد، نورتنا. نروح